القرآن كلام الله المنزل ومنهج قويم يربطنا بالله عز وجل. قصتنا اليوم مع صحابية تعلقت أيما تعلق بالقرآن الكريم حتى أنها بكت لأجله. دعونا نتعرف عليها وعلى قصتها. أكرم بل أعظم لحديث يروى عنه. بركة بنت ثعلبة الملقبة بأم أيمن زوجة الصحابي زيد بن الحارثة، صحابية مباركة عايشت مراحل النبوة كلها. ذهب إليها النبي يوما ليزورها، فقدمت له طعاما أو شرابا، فإما كان صائما أو لم يرد أن يأكل فجعلت تخاصمه ليأكل. ولما توفي النبي زارها أبو بكر وعمر بن الخطاب كما كان الرسول يفعل، فلما رأتهما بكت فقالا لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما أبكي إلا أني أعلم أن رسول الله قد صار إلى خير مما كان فيه، ولكن أبكي لخبر السماء انقطع عنا. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معا. موقف بركة بنت ثعلبة عند انقطاع نزول القرآن جعلني أقول: أين نحن من هذا؟ وأفكر في علاقتنا بالقرآن الكريم وكيف هو تعاملنا معه. صورا نرددها عند الصلاة فقط: القرآن راحة وطمأنينة للنفس، وبه نجدد طاقتنا وإيماننا، وهو بركة حياتنا. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مع السلامة. أكرم بل أعظم لحديث